أسعدتم مساء المشاهدين الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد في حلقة جديدة من برنامج حوار وأراء لهذا اليوم التي نسلط بها الضوء حول قرار إسرائيل الاستمرار بتجميد أموال السلطة الفلسطينية، الأمر الذي وضع الحكومة الفلسطينية وما نعنيه حكومة الوفاق الفلسطيني بين الأحزاب الفلسطيني وربما القطبين الرئيسيين حركتي فتح وحماس أمام ضائقة مالية لموظفي السلطة الفلسطينية والتي عانى منها وصولا إلى تاريخ هذا اليوم بصرف فقط 60% بعد أن قررت إسرائيل تجميد ما قيمته نصف مليار شيكل، وذلك ردا على طلب انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية. أزمة الرواتب تأثر بها المعلمون الموظفون، العديد من الأزمات التي كانت قبل وبعد هذه المرحلة، ولربما ما ترجمها مؤخرا وزير المالية شكري إبشارة أكد بأن الحكومة الفلسطينية قامت على صرف 60%، وهنالك تضارب أيضا حول ما قالت به رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو بأن الرواتب المتقاعدين والمدنيين والعسكريين صرفت بصورة كاملة، لكن ما فوجئ به المواطن المتقاعد والموظف المتقاعد بأنه هو كحال بقية الموظفين صرف بنسبة 60% من قيمة هذه الرواتب. الحديث اليوم سيكون بصورة أكثر للاستماع لشكاوي المواطنين وكذلك أيضا الموظفين حول الرؤى، وسيكون لنا حديث أيضا مع الأمين العام لاتحاد المعلمين حول الانتظام المدرسي إذا ما استمرت هذه الأوضاع. حاليا سننتقل وإياكم إلى عبد الرحمن بياتني لعدم تمكنه من التواجد معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله، المتحدث الإعلامي باسم وزارة المالية. يسعد مساك أستاذ عبد الرحمن. يسعد مساك زميلي، أهلا مساء جميع المستمعين لكم. الله يسعد كل أوقاتك. يعني نتحدث من أزمة الرواتب 60%، يبدو أنها لم تكفي الموظفين لأنه هنالك صرخة للمواطن لاحتياجات، وخرجنا من أزمة منخفض جوي وحاليا وصلنا إلى الثلث الأخير من الشهر الجاري، و60% هي فقط المشغل الحقيقي لموظفينا. صحيح زميلي، لا يخفى على أحد الظروف الحالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية والأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية. كما ذكرت سابقا، الحكومة الإسرائيلية قررت حجز العائدات الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 500 مليون شيكل. هذه أموال هي حق الشعب الفلسطيني، وهي أموال تم دفعها مسبقا، وإسرائيل تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة واحتجازها، وهو عملية قرصنة واضحة وخطوة غير قانونية وغير منطقية. قمنا قد سنصرف الرواتب في موعدها، ونحن على مدار الأشهر السابقة جميعها صرفنا الرواتب في موعدها، وذلك بانتظام تحويل هذه العائدات الضريبية التي تحول شهريا إلى الفلسطينيين، ومن خلالها يتم صرف الرواتب التي تقدر بحوالي نسبة أكثر من 60% من فاتورة الرواتب التي تقدر حوالي 800 مليون شيكل شهريا. قمنا في ظل هذه الأزمة، حاولنا أن نضغط على إسرائيل لتحويل هذه العائدات حتى نتمكن من صرف الرواتب، ولكن للأسف إسرائيل مصممة على حجز هذه الأموال. اضطررنا للاقتراب من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب في ظل هذه الخطوة الغير قانونية التي اتخذتها إسرائيل. نعم. هذه أموال تم دفعها مسبقا من المستوردين، وإسرائيل فقط تعيدها إلينا. وذكرنا أن باقي الراتب المتبقي 40% سنصرفه فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب. طيب، يعني انتهينا من موضوع 60%، هل بما يتعلق بقطاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين؟ كما قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو بأن كافة المتقاعدين سيحصلوا على الراتب بصورة كاملة، هل هذا صحيح ما حصل؟ صحيح، حصل المتقاعدين تلقوا. طب لكن تفاجأنا اليوم، يعني وبصراحة من خلال برنامج طلت فجر عبر أثير فجر أف أم، أنه العديد من المتقاعدين تواصلوا معنا وقالوا حالنا حال أي موظف، 60% اللي حصلنا عليه. هل في إشكالية في هذا الموضوع أم اقتطاعات بالنسبة للبنوك؟ معلومات حول موضوع المتقاعدين هي هيئة منفصلة عن وزارة المالية، ولكن نود أن نذكر هنا أن الموضوع ليس فقط
متعلق برواتب موظفين، الأزمة المالية تتعلق بالعديد من القطاعات، هناك التزامات للشبك البنوك، القطاع الخاص، المتقاعدين، صرف الشؤون الاجتماعية، العديد من الأمور التي تحول دون صرفها نتيجة هذه الأزمة، والأزمة نتيجة الحجز هذه الأموال الضريبية التي تحاول إسرائيل التضييق على الحكومة الفلسطينية من أجل التوجهات التي قامت بها القيادة للمحاكم الدولية. طب السؤال اللي بيطرح نفسه وبيطرحه المواطن الفلسطيني والموظف الفلسطيني، ماذا عن بقية 40%؟ إمتى يعني إحنا على أبواب مشارف المدارس يوم السبت راح تعود انتظام للفصل الدراسي الثاني، ومتطلبات أخرى لربما بعض الجامعات أخرت عملية دفع الأقساط لها والمشكلة تستمر. صحيح، نحن ندرك هذا جيدا. نحن كدورنا في وزارة المالية قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن هذه المستحقات، وقلنا لهم في الرسالة وبشكل صريح وواضح نلجأ للقضاء سواء الإسرائيلي أو الدولي، هذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل. إسرائيل تتحمل الدعايات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحد، العائدات الضريبية نتيجة حجزها دمرت الاقتصاد الفلسطيني، فبالنظر إلى نسبتها من إجمالي الإيرادات فإن حجزها يسبب ضرر يطال مختلف الشرائح فقط، مش وليس فقط الرواتب، الموظفين، الأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي، القطاع الخاص، البنوك، حتى المحلات الصغيرة تلقت ضربة بهذا الإجراء الباطل. وهنا نعمل أن يتم تفعيل شبكة الأمان العربية. طب هذا ما كان سؤالي، يوم الخميس كان هنالك اجتماع لشبكة الأمان العربية، هل في أفاق لإعادة الضخ ودعم موازنة السلطة الفلسطينية في هذه الأيام الحالية؟ حتى هذه اللحظة لم يصلنا إلا القليل جدا من شبكة الأمان العربية، التحويلات دفعات متفاوتة لخزينة السلطة ولكن هي قليلة جدا بالنسبة لما هو يجب أن يكون. التعهدات كانت تتحدث عن 100 مليون دولار، 100 مليون دولار هي تغطي حجز العائدات الضريبية، بإمكاننا الالتزام بصرف الرواتب وتحل المشكلة نسبيا وبشكل معقد في حال التزام الدول العربية بتحويل الأموال التي تعهدت بتفعيلها من ضمن شبكة الأمان العربية. طب عبد الرحمن، لا يصلنا إلا قليل منها. طب عبد الرحمن، لو أنه شبكة الأمان تأخرت بفعل المتغيرات الإقليمية والأحداث العربية وما يحدث حاليا، هل يمكن لوزارة المالية أن تذهب إلى اجتماع آخر مع البنوك الوطنية الفلسطينية إلى قرض آخر لسد عجز 40%؟ ونحن نعلم أن الشهر المقبل أساسا في عدد الأيام 28 يوم الشهر الثاني، فيعني ذلك أنه الأزمة هي ليست في طريق الانفراج، بمعنى نحن داخلين إلى تصعيد آخر في حجم المشكلة أساسا في توفير موازنة الرواتب للموظفين. صحيح، ولكن نحن بالكاد نجحنا من خفض المديونية عموما ولو بشكل بسيط لحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضار للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، هذه الفجوة تتراوح ما بين 120 لحوالي 130 مليون دولار شهريا. نعم، الموضوع ليس للذهاب للاقتراض من البنوك. نحن نشكر البنوك التي مدت يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعة، وهذا الأمر يستحق كل التقدير والاحترام، لكن يجب علينا أن نلتزم بالانضباط في الإقراض، فنحن لا نريد أن يتجاوز السقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك. كما يجب أن نترك لأنفسنا هامش للتحرك على مدار الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة. طيب يعني الشهر القادم هل هنالك توقعات؟ لأنه في قبل قليل مصادر إخبارية وعبر زملاء صحفيون يشيرون إلى أنه هنالك تصريح لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لا بوادر لحل أزمة الرواتب والأشهر المقبلة عصيبة، يعني هل الأفق يبدو منغلق تماما في ظل التعنت السياسي الإسرائيلي باستمرار احتجاز الأموال، وهنالك يعني شبكة الأمان العربية قيد التحضير ومحاولة إنعاش لها بعد فترة من الانقطاع أو التباطؤ نوعا ما؟ التعنت الإسرائيلي ما زال قائم على إسرائيل ألا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم. يجب مرة أخرى، يجب على السياسة الإسرائيلية أن يدرك أن كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات الغير حميدة والتي تهدف لإلحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني. ونحن بدورنا كوزارة مالية سنرفع توصيات للحكومة في القريب العاجل
التي من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسة الإسلامية. إيش هذه التوصيات عبد الرحمن؟ إيش هذه التوصيات طبيعتها؟ يعني كيف إحنا أساسا يعني إحنا فتنا في مشكلة ناتجة عن احتجاز إسرائيل لأموالنا؟ كيف يمكن لنا أن نتغلب كوزارة مالية فلسطينية على هذه الإشكاليات اللي تصنعها إسرائيل نتيجة قرارات سياسية؟ وزارة المالية لديها دائما سيناريوهات متاحة، خصوصا بظل غياب أي مؤشرات للتوجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجراءاتها. احنا من واجبنا دراسة هذه السيناريوهات، الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، على تواصل دائم مع المجتمع الدولي. وفعلا هناك ضغوط جدية من عدة أطراف، ونوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ومصر والاتحاد الأوروبي. نعمل أن نتكلل هذه الضغوطات بالنجاح. تركيز الضغط يجب أن يصب على إسرائيل، إلزامها بالإفراج عن مستحقات ضريبية. هذه أموالنا ولا يحق لأحد استغلالها لممارسة ضغوطات سياسية. طيب أرجو أنك تبقى معي دقيقة، سنذهب إلى مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق علي فرعون في سلطة النقد الفلسطينية، يعني والحديث في بداية التعليمات التي صدرت لديكم أستاذ علي فرعون بقضية بخصوص رواتب الموظفين. أخذنا احنا إجراءات بشأن موظفي القطاع العام، والإجراءات بدأت يعني منذ بداية الشهر تقريبا بوقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة، وإعادة البنوك عدم استقطاع أمور الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام. واليوم صدر تعليمات للجهاز المصرفي بعدم خصم أكثر من 50% من قيمة القسط المستحق على موظفين القطاع العام، سواء من قروض أو كفالاتهم، يعني المجموع كله لا يتجاوز 50% من موظفين من قيمة الراتب المحول لحسابات الموظفي القطاع العام. طب وايضا توفير امكانيه لموظفي القطاع العام تاجيل القسط او الاقساط المستحقه باتفاق الطرفين مع البنوك، والمتبقي من دفعه الراتب تبقى لحين التحويل، ويتم استقطاع ما تبقى من القسط عند تحويل الدفعة المتبقية من راتب موظفي القطاع العام. طيب ماذا عن النسبة للفائدة على التأخير؟ كيف راح تنحسب هذه القضية؟ لا يوجد فائدة على القسط المستحق المتبقي من دفعة الراتب شهر 12، لا يوجد أي فوائد أو عمولات تأخير على الدفعة المتبقية، وبالتالي لن يترتب أي أعباء مادية على موظفي القطاع العام نتيجة تأخير صرف الرواتب. الآلية التي سيتم اعتمادها لاقتطاع ما تبقى من 40% على القروض المتواجدة لطرف البنوك على الموظف الفلسطيني، سيتم استقطاع القسط المتبقي من القسط المستحق لهذا لشهر 12 من الدفعة المتبقية. إذا سمحت في هذه النقطة أود أن نوه إلى نقطة جوهرية بخصوص موظفي القطاع العام. يستثنى من هذه التعليمات من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف بموجب الراتب الشهري زائد مصادر دخل أخرى، أي أن هناك مجموعة من موظفي القطاع العام مقترضين من الجهاز المصرفي بناء على الراتب المحول من وزارة المالية زائد مصادر دخل أخرى لم ينتفعوا من هذه التعليمات، وبالتالي التعليمات التي صدرت للبنوك اليوم هي للموظفي القطاع العام المقترضين بموجب رواتبهم فقط من الجهاز المصرفي. نعم، شكرا لك أستاذ علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات التي تتعلق في آلية القروض ونسب الاقتطاع والفائدة طبعا بهذا الخصوص. طبعا احنا حاليا سنذهب وإياكم في عرض النبض الشارع الذي استعرض تأخر صرف الرواتب الذي دمر القطاعات المختلفة الاقتصادية، يعني ذهبت عدسة كاميرا الفجر الجديد إلى التاجر، ذهبت إلى المارة، ذهبت إلى البياع المتجولون، ذهبت إلى الحسبة إلى المحال التجارية، استعرضت وإياكم هذا التضرر. سنفتح باب المشاركة مع مواطنينا حول الآلية وكذلك أيضا حوارات لاحقة، لكن بعد عرض هذا التقرير عبر شاشة الفجر الجديد وعبر أثير فجر أفهم.
أثرت على الشغل، أثرت على الألبسة، أثرت على التاجر، أثرت على البقالة، أثرت على الدار، أثرت على كل شيء، مش بس لمهنة، على كل المهن الرواتب. وشو لما هلا بدهم يعطوا 60%؟ شو هن هدول؟ البنك فيه له قسط، اللي ما ياخذ قسط بده ياخذه، شو ضل له للموظف؟ ضل له شيء، صفر. والله معناته خال انه الاسواق صارت كساد، وبطلنا نطلع يوميتنا من بعد تاخير الرواتب، واللي بنشتغل فيه 40 50 شيكل باليوم بروح مصاريف، يعني ما بنعرفش نجيب اللي بنبيعه، اللي ببيعه بجيبش بداله. بصر الوضع قبل يعني احسن، ماشي حاله، يعني بطقطق ماشي حاله، انك بتشتغل لك شوي بتشيل إشي لشغلك بتحط إشي لدارك، اما هسه فيش شيء. حقيقه طبعا تاثر السوق بشكل واضح، تاخر الرواتب انعكس بصوره سلبيه علينا كتجار، القوه الشرائيه ضعفت كثير، وكمان يعني احنا قدرتنا انه زي ما بيحكوها بالعاميه نداين يعني لحد معين، لانه للاسف هلا مثلا موسم شتاء بتعرف منخفضات والدنيا برد، والمواطن بحاجة للدفاية، بحاجة لصوبة، بحاجة لجرد غاز، يعني في التزامات بتتطور على زبون كموظف مش راح يقدر يلتزم فيها. هلأ برضو هاي راح تأثر كمان على الشهر المقبل، لأنه التزامات متضاعفة، المدارس على الأبواب، موسم برد شتاء قارس، فيعني كثير كان الوضع واضح علينا كحركة تجارية. والله الناس بتيجي على الأشياء الرخيصة، يعني فيش رواتب يعني بخمسة شيكل وبثلاثة شيكل، أي بطلون أي بلوز أي إشي بخمسة شيكل، بتفوت على المحل بخمسين وبأربعين، طقم الصلاة بخمسة شيكل. ليش يعني بيجي؟ فيش رواتب، فيش مصاري مع الناس. والله مع تأخر رواتب تأثرنا تأثير كبير، يعني تأثير ما بعلم فيه إلا الله. إحنا بنجيب بضاعة إذا بتبات بتخسر، يعني لا هي أواعي ولا هي عدم المؤاخذة أشياء صلبة اللي ما تخربش، يعني أنت بتبيت مثلا الكلمنتينة ثاني يوم تضرب، بتبيت التفاح ثاني يوم ثالث يوم بضرب، البرتكان شرحه. إحنا يعني مع تأخير رواتب تقريبا اتدمرنا، كل الاقتصاد، كل البيع كلياته متعلق بالرواتب. يعني لولا ما فيه عرب 48 اللي بفوتوا على هالبلد والإجر الغريب اللي بتحرك الأمور، ولا كان إحنا نسكر وبنروح. أنت يعني مش متخيل كداش الواحد لما بيطلع من الساعة 5 الصبح بعز السكعة وبجيب بضاعة وبضل واقف طول النهار لبعد العشاء عشان يبيع، وهذا وفي الآخر ما نبيعش ونبيت البضاعة ونكبها. يعني الوضع جدا سيء، فلازم لأكون لهم حل يعني مع شغلة هالرواتب، يعني ضروري جدا. احنا يعني مع تأخر الرواتب طبعا انت شايف البضاعة، يعني صرنا نجيب أول شيء أقل بضاعة، شايف نجيب أقل بضاعة وتصريفها مش سهل، يعني فاهم؟ لما لو في رواتب وهذا الناس بتدش على السوق بتشتري بنفك البضاعه. هسه هاي البضاعه هاي نصها بايته يعني من امبارح، بنوفي عليها ثاني يوم وبنجيب وبنبيع، يعني بدل ما يجيب الواحد مثلا اربع بوكسات صار يجيب بوكستين. اذا نتواصل واياكم بعد عرض هذا التقرير من برنامج نبض الشارع الذي استعرض فيه تضرر القطاعات العديده في محافظه طول كرم نتيجه تاخر صرف الرواتب في العديد من القطاعات التجارية. وبالتأكيد في هذه اللحظة نستمر ونتواصل وإياكم في هذه في برنامج حوار وآراء، ولربما سننتقل بعد قليل مع الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل للحديث عن مدى التزام القطاع التعليمي وكذلك أيضا الدراسي في العديد من المدارس مع التأخر في صرف الرواتب، ولربما نشهد الشهر القادم استمرار هذه الأزمة كما أشار لها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. طبعا بإمكانكم الاتصال والمشاركة في برنامجنا حوار وأراء من قبل كافة المواطنين والموظفين حول الإشكاليات التي يواجهونها وحول مدى التأثر على الأرقام التالية 19088 وكذلك عبر الرقم 26849. يصدر بالذكر فيما يتعلق بقضية الالتزام الدراسي، أي تعطيل يعني هنالك لربما إيجاد خلل فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم لهذا اليوم، وهو ما يتعلق ببرنامج امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعلنت وزارة التربية
التربية والتعليم لهذا اليوم عن برنامج امتحانات شهادة الثانوية العامة التوجيهي للعام 2015 في المحافظات الشمالية الضفة والجنوبية في قطاع غزة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 30/5/2015 بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17/6/2015 على أن تبدأ طبعا الامتحانات الساعة 9 صباحا. بإمكان طلبتنا الأعزاء زيارة الموقع الإلكتروني الفجر tv.com لرؤية كل ما هو جديد فيما يتعلق بهذا الجدول المزود، وإياكم بكافة التفاصيل. إذن بإمكانكم الاتصال والتواصل على الرقم 190-88 وكذلك على الرقم 26849 لاستعراض القطاعات المتأثرة بأزمة الرواتب. 40% تبقت للموظفين على الحكومة الفلسطينية، 40% تشكل حاجز لاستمرارية الالتزامات اليومية، و40% تعني أيضا المضي قدما نحو العديد من الأسر والأهالي في انتظار هذا الراتب من أجل أقساط أبنائهم في الجامعات، رسوم كتب دراسية جديدة، وكذلك أيضا هنالك عملية للطلبة اللي بأخذوا سكنات، اللي بأخذوا كتب، مواصلات، يوم بروحوا برجعوا، فهذا بالتأكيد شكل عبء وعبء كبير على كافة الأسر والأهالي في هذا الموضوع. طبعا أصدرت فيما يتعلق بموضوع العملية التعميم اللي أصدر لكافة يعني المطالبة كانت هي واضحة بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالة 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى الراتب. طبعا طالبت أيضا بعدم وجود فوائد وغرامات على تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من قيمة هذا الراتب من القسط المحول للموظفين كجزء من رواتبهم، ودعت المصارف إلى استيفاء عمولة تحويل الراتب. فيما يتعلق في عملية الالتزام في العملية التدريسية وانتظامها مع الأزمة المالية، معنا الأمين العام لاتحاد المعلمين الأستاذ أحمد سحوال. يسعد مساك. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. المشاهدين الله يسعدك. يعني 60% تلقى معلمين في معظم الحالات، والأزمة يبدو أنها في استمرار حتى الشهر القادم كما أشار لها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. ما مدى التزام العملية التدريسية في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كجسم واحد؟ نحن كما أسلفنا سابقا مع بداية القرصنة الإسرائيلية على حدود الأموال الفلسطينية، قلنا نأمل أن تحاول الحكومة وقدر الإمكان أن توفر الراتب، لأنه شيء أساسي للمعلمين والموظفين بوجه عام، لا سيما أن الراتب حتى كله بالكاد لا يكفي المعلم. نعم. والتزاماته نحو أبنائه في الجامعات أو في المدارس أو هموم الحياة ومصارف مشاغلها. لكن في هذا الوقت كما أنا كتبت أيضا على صفحة الخاصة لزملاء المعلمين ونشاهدهم من عبر شاشتكم الموقرة، أن ينتبهوا لأمر بالغ الأهمية والدقة، أن هذه الأزمة صحيح أنها يتأثر بها المعلمين والموظفين سلبا، ولكن هي أسبابها السياسة الإسرائيلية والقرصنة الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية الموجهة ضد القيادة وسياسة القيادة السليمة على رأس الأخ أبو مازن في هذه المرحلة. فيجب أن نكون عونا له في كل الأحوال، وهذا لا يعفي الحكومة أيضا أن تجتهد جيدا في توفير الموارد المالية لتوفير رواتب المعلمين والموظفين، لكن لن نكون إن شاء الله عامل ضغط إضافي أو مرهق للقيادة. بالعكس، نحن إذا فكرنا في فعاليات سنفكر في فعاليات وتشد أزر القيادة، وهنا لابد لنا من إيماء وإشارة ومناشدة للجنة الأمان أو ما سمي بلجنة الأمان العربية التي يجب عليها أن توفر الموارد الكافية لتمنع الضغوطات وتأثير الضغوطات السلبية الإسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية. نحن في هذا المجال نناشد إخواننا العرب والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة أن توفر الموارد التي تمنع التأثيرات السلبية للضغوطات الإسرائيلية، لأن احتجاز
العوائد العائدات الضريبيه اللي تعود للسلطه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني هي من قبيل الضغط الاضافي على القياده لمواقفها السياسيه المتقدمه والشجاعه والحكيمه. طيب استاذ احمد، يعني استشف من حديثك انه مهما كانت الازمه من فترتها الزمنيه او كيفيه الظروف التي لربما تحيط بعمليه حاله من الركود في كافه القطاعات الاقتصاديه لاي موظف وليس للمعلمين فقط، بأنه ستستمر العملية التدريسية. نعم صحيح، سنستمر في العطاء، ونحن في أصعب ظروف الانتفاضة نظمنا لجان تعليم شعبية من أجل شعبنا ومقاومة الاحتلال. عندما تكون الأمور طبيعية أو شبه طبيعية، وكلما تكون في بلادنا طبيعية، ممكن أن نفكر في ضغوطات على الحكومة وعلى القيادة، ولكن في ظل هذه الظروف التي تتعرض لها القيادة وعلى رأسها الأخ أبو مازن والقيادة بوجه عام لضغوطات إسرائيلية وأمريكية، من العبث ومن الغباء السياسي أن نقع في الفخ الإسرائيلي ونمارس ضغوطات إسرائيلية، ضغوطات إضافية على قيادتنا وعلى شعبنا. طيب، يعني واضح من أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تروج لموضوع عملية التأخير في عملية الإفراج عن الأموال المصادرة، وكذلك أيضا لربما نشهد تعقيد في الأمور في الأيام القادمة، وخصوصا بعد عملية الطعن صباح هذا اليوم والاتهام المباشر للسلطة الفلسطينية. هل هنالك على قطاع المعلمين وتحديدا من خلال الاتحاد العام للمعلمين وجود آلية لعملية استيعاب، لربما في عنا ظروف اقتصادية صعبة تواجه بعض المعلمين في الوصول إذا كانوا مناطق بعيدة، هل في رؤى يعني حسبت إذا ما زادت الأمور تعقيدا؟ هذا الأمر يتعلق، إذا لا سمح الله، إذا ما امتد أجل أو عمر الأزمة إلى مدى طويل، سيتعلق الأمر في بحث فني بيننا وبين الأخوة في وزارة التربية والتعليم. نعم. إلى آلية معينة تخفف الضغط والوظيفي والمادي والمعنوي على المعلمين والموظفين بوجه عام. هذا الكلام أعتقد أنه سابق لأوانه. نأمل أن تتمكن الحكومة ومن خلال شبكة الأمانة العربية ومن خلال العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في تخفيف مدى هذه الأزمة والالتزام بالراتب الذي هو أساسي لحياة كل مواطن. طيب، يعني احنا بنشكر تواجدك معنا الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في برنامج حوار وأراء في هذا الرسالة المقتضبة حول أن لا إمكانية لإيجاد إضراب في الأيام المقبلة، وأنه هنالك التزام في ما نتعرض له كشعب فلسطيني. لكن حاليا سنفتح باب الاتصالات، أعتقد أنه هنالك اتصال على الأرقام 268 49، وكذلك أيضا على الرقم 190 88. ألو، مساء الخير. ألو. طيب، نتمنى من مواطنينا إذا العودة في الاتصال على الأرقام 190 88 وكذلك على الرقم 268 49 للاستماع لبعض الشكاوي. طبعا احنا وردنا أيضا في برنامج هذا الصباح، برنامجكم طلة فجر، بعض الأمور التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية لبعض الأسر التي تعاني من عدم إمكانية طبعا سداد أقساط الجامعات. هنالك لربما جملة من الاتصال التي أجريناها مع العديد من العلاقات العامة في الجامعات الفلسطينية لإمكانية استيعاب بعض الطلبة الذين يستحقون وفق الأنظمة واللوائح بالتأكيد العملية التي تتعلق بسداد الأقساط أو أنها تكون على دفعات. هنالك تأخير كان من بعض الجامعات لمبدأ عملية دفع الرواتب الأقساط لدى الطلبة، لأنه الأسر والموظفين كان هنالك ترتب عليهم مصروفات كثيرة، كان هنالك موضوع المنخفض الجوي اللي تطلب من الأسر إنها تشحن حالها مواد تموينية وكذلك أيضا وسائل تدفئة. هنالك أيضا بعض العمليات الشحن في الكهرباء والفواتير اللي تتعلق في الماء، وما أن جاء أساسا واحد الشهر من الشهر الجاري مطلع العام 2015 إلا وإنه الموظف يتفاجأ بعملية الفواتير اللي بتهل دائما عن طريق الموزعين والسعاء كل شخص أمام منزله، فبالتالي
وبالتالي يعني نوع من الإرهاق في عملية الدفعات المترتبة هنا وهناك. العديد من التجار يعني خصوصا تجار الخضروات، الموضوع صار أصبح حتى على الخضروات أنه يعني موضوع الديون مرتبطة تجاوزت مبالغ يعني بالنسبة لمحل خضروات تعتبر خيالية أو لربما تسجل كدرجة أولى قياسية. هذا الوضع كله بصورته برمته طبعا وضع حالة من الإحباط. طبعا حاليا احنا راح نروح لنبض الشارع مرة أخرى، لكن هذا نبض الشارع الذي استعرض قبيل صرف 60% وهو الذي عنون بأن الديون 100% والدفعة المتوفرة هي 60%. ماذا قال المواطن الفلسطيني حول الدفعة التي قال عنها بأنها 60%؟ لمين ولمين؟ هي للتاجر، هي لاستلزامات البيت، هي للوضع القائم. طبعا هذا ما سنشاهده حاليا عبر شاشة الفجر الجديد، وأتمنى أن يكون التقرير جاهز معنا في هذه اللحظات عبر شاشة الفجر الجديد، تقرير نبض الشارع الذي استعرض آراء المواطنين. فحتى الموظف لو قبض راتبه كامل مش راح يكفي لك 10 شهر او 15 شهر غير القروض. فتلاقي موظف اجار بيت عنده قروض او بدرس بالجامعه او الى اخره، فالرواتب اصلا متدنيه. فاللي بده يجي يعطيه 1000 شيكل ما مش راح يسدد دكانه ال 1000 شيكل، او مش راح يكفنه للاساسيات البيت. تعال احسب اساسيات البيت، عندك اكثر من 1500 شيكل اساسيات ما بيقدرش يستغني عن شيكل منهن. فاللي بده يجي يعطيه 1000 شيكل هو سائل فيه؟ مش سائل فيه، لانه راتبه كم حاط له بالبنك 1000000 شيكل وراتبه 7-8000 شيكل، فمش سائل. فرايح هلا على الرواتب 2500 شيكل و3000 شيكل، فالله يكون بعوننا يا عمي. هي صراحه يعني 60% غير كافيه لموظف عدله 40-50 يوم قابض معاشه الاولاني، وفي التزامات موجوده على الانسان سواء كانت اسريه او في عند طلاب في الجامعه. فاعتقد انه هذا المبلغ غير كافي نهائيا للموظف. لا ما بكفي، شو مصروف الراتب الشهري يعني ما بكفي اي شيء. حتى الراتب حتى لو ما كان من اي راتب اي شيء ما بكفي. يعني ما بيجي اخر الشهر ولا هو محتاج لكل شيء، لمصروف كهرباء، مصروف بيت، لمصروف الجوال، لشغلات كثيره. لازم يكون لازم يدفعوا كل الراتب. شو 60% بدهن يعملين؟ أنا بطلب إنهم يدفعوا كل الراتب، لأنه 60% في المعيشة اليوم وفي الأوضاع الحياة الموجودة اليوم ما بكفي. نزلوا 60% يا الراتب كامل يا بلاش خلص. صرنا متدينين 70% صرنا متدينين، كفينش. لا بالنسبة للراتب أصلا هو الراتب حد ذاته مبلغ قليل، يعني ما بكفي لملتزمات الحياة الطبيعية والمقدار معدل المعيشة الطبيعية. 60% اعتقد انه ما بيلحق ياخذهم من البنك، يطلع على باب البنك اللي هم صاروا موزعين لاصحاب الديون اللي عليه، بيصير مسددهم لاصحابهم. فعشان هيك ما بكفوا، ما اعتقد انهم يكفوا مبلغ زي هيك. وما يعني شو بدنا نعمل بهاي الحاله ما بنعرف. يعني انا بطبيعه شغلي على عدادات مواقف السيارات، اي واحد بكلبش وبحكي لي انا موظف والوضع صعب عندي على طول، يعني من غير اي نقاش بفك له السياره تقديرا لل او وقفي مع شعبنا الفلسطيني عشان احنا نقدر نساعد بعض. اذا نستكمل واياكم هذه الاراء التي طرحها المواطنون في محافظه تول كرم حول الاليه التي يعني وضعوا فيها نتيجه القرار السياسي ونتيجه التعنت الاسرائيلي. طبعا فقط اود التذكير بهذا الخبر العاجل بانه الجيش الاسرائيلي قبل قليل اطلق تحذير من الدرجه الاولى للمستوطنين الذين يسكنون الحدود اللبنانيه نتيجه حصول على معلومات استخباراتية بتسلل مقاومين لبنانيين، هذا ما بعد مرحلة القنيطرة والغارة الإسرائيلية. البنك بالعودة لموضوع الرواتب الذي بحوزتنا، البنك الوطني أعلن بأنه لهذا اليوم سيستكمل القيمة المتبقية من راتب الموظفين، بمعنى 40% لعملائه كخطوة من المساندة المجتمعية للبنك الوطني، وهي
للموظفين الحكوميين المحولة رواتبهم ليصبح راتبهم بصورة كاملة. طبعا المدير العام للبنك أحمد الحاج حسن تحدث في حديث لهذا اليوم مع فجر أف أم، أكد أن هذه الخطوة تأتي كمبادرة تضامن وطني اجتماعي تنبع من مسؤولية البنك الوطنية تجاه الأزمة المالية الحالية، وهي أيضا بمثابة رسالة ثقة بقدرة الحكومة على تجاوز الأزمة المحلية. هنالك دعوات كانت أساسا من المواطنين، لماذا لا تغطي البنوك الوطنية كاملة بالشراكة جمعاء كل البنوك الفلسطينية هذا العجز المادي؟ لكن هنالك لربما اعتبارات أخرى يعني اضطرت بها البنوك على المضي قدما بمبلغ 60% من قيمة ما مجموع الرواتب. هنالك سلفة لقطاع غزة 1000 شيكل كل شهر كما تم إعلانه مؤخرا قبيل دخول الأزمة حيز التنفيذ، وهنالك أيضا المترتبات التي تأخذها. لكن التساؤل الذي بيسأله المواطن الفلسطيني، إذا متى سيبقى اللي هو موضوع جباية الأموال من قبل الجانب الإسرائيلي ومن ثم إعادتها لنا كعائدات ضريبية؟ يعني أنا مثلا الواحد بيسافر على الجسر الكرامة بيدفع الخروجية، هذه الخروجية المترتبة بمبلغها الحالي بعد ذلك بتنتقل لمواطن بتعود للجانب الإسرائيلي من ثم تعود لنا. هنا السؤال بعملية الاتفاقيات الموقعة، إنه كيف لنا يمكن أن الوصول والحصول على مثل هذه الاستفسارات؟ طبعا هذه أسئلة ننتظر الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة من حوار وآراء. هذه أطيب التحيات مني لكم خالد بدير، وتلقاكم الزميلة ريهام أبو حبل على رأس الساحة في نشرة تفصيلية لأبرز الأخبار. Elif! Baba! Leyla! Leyla patlama esnasında kendini Elif'e siper etmiş. Polat Alemdar, çok fazla dostunu kaybedeceksin. Şu üç sürüsünün işini bitirelim. Polat'ın terörist ilan edilmesi konusundaki çalışmalar devam edecek.